رح نعمل برنامج ركلة اللي هو من فنون الدفاع عن النفس بس على الموسيقى. أول شيء بنحط إيدينا هون، بنحط الأصبع الإبهام فوق، نعيد الموسيقى من الأول، نشد بطننا لجوا، رح قص ايدي هون، الكعب على الارض، نشد عضلات المعدة، كمان نشد منيح. هلا نرجع لورا هون، خطاف لفوق، صاعد، ركبة ركبة، اربع ركب لقدام ونرجع. هلا الجهة الثانية هون، صاعد، ركبة، أربع ركلات ونرجع لورا. هلا نفتح لبرا، نرجع خطاف هون، ركبة، أربع ركلات ونرجع الجهة الثانية ويلا. ايوه كمان للاخر، كمان
ممتاز. هلا الثانيه نطلع هون لقدام، ايدي هون، شهيق وزفير. رح نعمل لكمه لكمه خطاف. نزل نبض القلب. جهة تانية. رح نعمل فنون كونغ فو. من هون ناخد شهيق وزفير لقدام. كمان نزل لتحت هون. وشهيق ندفش الايدين لقدام هون. آخر مرة. وزفير. هلا من هون ناخذ دفاع جانبي على الجنب، كول داون من الكونغ فو، كمان لتحت هون. هلا بدنا نلف الرجل لهون وناخذ الايدين لقدام ونسحبها لفوق، نغير الجهة الثانية. شهيق وزفير لتحت هون. هلأ من هون ندفش الإيد الكوع لفوق وننزل لتحت، نرجع نطلع لفوق، حاول نرفعها لفوق هون وننزل لتحت شوي شوي، زي كأنه عم ندفشها لتحت. نغير الجهة الثانية، كوع فوق وننزل لتحت، كمان حاول ندفش الكوع لفوق بقوة طبعاً
وننزل لتحت هون. هلا بدنا نسنتر ايدينا هون ونعمل وستريتش هون بالايد الثانيه، ندفش لقدام ونعمل ستريتش هون. هلا بدي اياكم تقربوا رجليكم بهذا الشكل من هون لجوا ولبرا، ونحط الركبه جنب الركبه، نرفع الايد هون، ايدي هون مشدوده وبعملها زي دفاع عن النفس. طبعا توازن، نغير الايد الثانيه هون، الرجل نمسكها نحط الايد قدام ونرفعها لفوق هون. هلا من هون بدي تحطوا ايديكم هون ونرفع لقدام هون، وناخذ شهيق وزفير. اشكر ساره واشكر شادن، كانوا معنا اليوم ببرنامج ركله. ان شاء الله نشوفكم بالاسبوع الجاي ببرامج جديده، سواء مع الاطفال او برامج حركه.